بيان نقابة الأطباء حول الحصيلة الجديدة للضحايا. أريد أن أسألك بأن كان هناك تصريحات للدعم السريع، قال بأن هناك لا تزال طائرات الجيش تحلق في سماء الخرطوم تحديدا، هل هناك يعني تحليق، هل هناك تواجد لهذه الطائرات في سماء الخرطوم؟ طائرات الجيش بالفعل هي تحلق في سماء الخرطوم، ولكن بشكل متقطع، ليس يعني بالشكل الذي كان في السابق. في كل صباح نلحظ ان هنالك طائرات، خاصه في منطقه الخرطوم ومنطقه القياده العامه، هنالك تحليق للطائرات. ولكن منذ القصف الذي حدث بالامس لمنطقه الكلاكلا من الطيران الحربي العسكري، لم تتم بعد ذلك قصف لاي من المناطق حتى مقرات الدعم السريع الخرطوم، وبالتالي هذه الطائرات الحربية التي تحلق في سماء الخرطوم، البعض يقول إنها استكشافية، خاصة في المناطق التي تقع في غرب العاصمة الخرطوم مدينة أمدرمان من الناحية الغربية. في الأوقات الليلية دائما ما نلحظ أن هنالك طائرات تتجه إلى الناحية الغربية، ومن بعد نسمع مضادات للطائرات. ولكن بشكل عام يقول يعني تقول الروايات إن هذه هي طائرات استكشافية، لأن هنالك معلومات تتحدث عن أن قوات الدعم السريع لديها عدد من القوات من الناحية الغربية قادمة إلى الخرطوم، وبالتالي هذه الطائرات بشكل أساسي تعمل على استكشاف هذه المناطق واستكشاف حركة قوات الدعم السريع في الناحية الغربية.